بناء على توجيهات سيد وزير التربية الوطنية. أكثر من 8 على 10 متواجدين في المستشفيات غير ملقحين. وبالنسبة اللي في قسم الإنعاش، لأن هذو عندهم مضرة أكثر وخطورة أكثر، 96% غير ملقحين. وبالنسبة اللي تحت العناية مركزة أنتوبي، اللي ما عندهمش قدرة باش يتنفسوا بطريقة طبيعية وهما في أخطر الوضع، 100% غير ملقحين. وبالنسبة للوفيات اللي توفاو 94% غير ملقحين. هذا دليل مؤكد عبر العالم كله، اللقاح ما يحميش من العدوى، لكن اللقاح يخفف من المضره.